تحضير صينية كومبير تركي بالفرن. بدنا 6 حبات بطاطا مسلوقة بقشرها، بعدين بدنا نهرسها بعد ما نقشرها، نص اصبع زبدة لينة، ملح وفلفل من الكسيح، زعتر ناشف اوريجانو، جبنة موزاريلا مبروشة وجبنة شدر مبروشة، بالإضافة إلى الحشوة. هلأ الحشوة أنا بعطيكي كل إشي ممكن ينحط في الكومبير، ولكن أنت حطي اللي موجود بتحبي تحطي كله برجع لك. البازيلا والجزر بتجيبيهم معلب أو مجمد، أنا بفضل مجمد، بتدوبي ميته وبتنقعيه بشوية ماء مغلي، ذرة معلبة، زيتون أسود، زيتون أخضر، سلطة ملفوف أو اللي هي متعارف عليها بالكولسلو، هوت دوغ مقطع أو إذا سميتي هنقانق زي ما بدك، بالإضافة إلى تركي أو سلامي مفروم، فاصوليا حمرة معلبة، فلفل رومي ملون مفروم، بالإضافة إلى صوصات التقديم قبل الأكل، كاتشب، مايونيز، خردل أو اللي هو الماسترد، وفرنش صوص أو الصلصة الفرنسية، زبدة بخاخ من الكسيح وأرشلة الكسيح للتقديم إن كانت حلوة أو إن كانت حرة. مزيج كتير كبير من المكونات بيعمل نكات كتير طيبة وزاكية وألوان بتبعث السعادة في قلوبنا إحنا وياكم. وهالألوان دائما أكيد بنجيبها من المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى تواجد رعاة مطبخ التلفزيون الأردني دائما بمنتجاتهم الكسيح من أهل الدار. حتى في بيوتنا ما بنجيب إلا كسيح، الله يعطيهم العافية ويوفقهم ويقويهم دائما. كل هالألوان الحلوة هلأ رح تشوفوا شو رح نعمل منها. هالوصفة سببها حكيت بالأمس وتحدثت عن سبب تحضير هالوصفة بهالطريقة، إنه في شاب أردني طالب علم مقيم بألمانيا بحب هالوصفة كتير وبحب أي إشي فيه بطاطا وخضار، وفي حوالي بطاطا مهروسة، بس حكالي أنا ما بقدر أشوي بطاطا وأقعد وأهرس وأحط وأشيل، فأعطيني فكرة، فهاي الفكرة تلبية لطلبه. هلأ أنا وياكم بدنا نحضرها بناء على طلبه، وكمان من ناحية حساب التكلفة. يعني أنا كست بيت لما بدي أشوي حبة البطاطا هاي وأفتحها من النص وأحط معاها الزبدة والمكونات والأجبان، وبعدين أشتغل فيها، اللي بده يصير إنه هاي صفت لشخص واحد، ممكن تشبعه وممكن ما تشبعه، ممكن كمان يأكلها ويترك نصها، اللي بحده ممكن أخوي يكملها وممكن ما يرضى يكملها. إذن إحنا عم نفوت في لبكة في البيت كستات بيوت إنه أنا كيف ممكن أختار. فبتروح الست مجازاً شو بتعمل؟ بتشتري بطاطا صغيرة عشان كل واحد ياخذ حبه، وابرك للي عندها مثلا اكثر من 6 اطفال. فبتروح الست فعليا بتجيب بطاطا حبه اصغر، مش زاكيه على الشوي، بتنشف. طب انا شو اعمل؟ شو الحل؟ هي الحل، حنعطيكم هالفكره بسم الله الرحمن الرحيم لتحضير صينيه كومبير. اليوم خلينا نعملها صينيه، وكل واحد بياخذ قد ما بده، واذا حب يكمل بياكل، واذا حب خلص اموره تمام برضه كمان بتكفي. البطاطا بقشرتها، لما أنا سلقتها بقشرتها أول ما تطلع سخنة بسحب القشرة سحب، وهذا الصح عشان ما أخسر ولا نتفة من ثمرة البطاطا. لما بتقشريها وبتسلقيها كل خير البطاطا ونشاها رح ينزل بالسلق. تهرسيها بإيدك بشوكة بمدقة هاون بهاي القطعة اللي بدك إياه. طبعاً بالمؤسسة في طابق تاني كل إشي أدوات منزلية، حدث ولا حرج، كل إشي كل إشي. حتى لما بتهرسيها وهي سخنة ترى بتعطيك شغل أحسن وبتكون سوفت أكتر على الشغل، ما بتغلب ست البيت. وإحنا بدنا إياها سخنة عشان بدي جبنة الموزاريلا والتشيدر والزبدة يدوبوا على حرارة البطاطا. بدها عضلات شايفة، وهيك بنفضي كل القطعة من البطاطا، وبكون لا خسرتها في التقشير ولا في الهرس ولا حتى في التحضير. تمام، يلا هي ولا نتفة خلينا. أوكي، بعدين شو بدنا نساوي؟ بدنا نجيب كمان كمية من هاي البطاطا، لأني بدي أفرد صدر أنا تقريبا بحجم أو بقياس من 24 ل 26 حسب ما أنت بدك. رح أوزع عليهم وبعدين نزيد زبدة لينة، أنا اضطريتها تطلعي زبدة لينة يعني هيك تتشكل بإيدي بهالشكل، مش سائلة، سائلة لأنها شوي ممكن تزيت لي في بالبطاطا، بس أنا بديها بالضبط لينة يعني تتشكل بإيدي. ليش عم بمسكها في إيدي؟
لاني بدي اعجنها مع البطاطا. مشان هيك لما تروحي تشتريها من محل الكمبير باي مكان بتلاقي البطاطا بيطلعها من الفرن، اذا كانت بارده وشاويها سلف شو بيعمل صاحب المطعم؟ بسخن لك اياها وبحط لك البطاطا لينه وبيبلش يشكل فيها. شايفة؟ بتسيح على حرارة البطاطا. رح نكمل عشان كله ياخد حقه. صراحة تغلغلي، وزعها. والله بتغلغلي بس معلش عشان الدنيا برد الأمور تمام. إذا إحنا هون حطينا على 6 حبات بطاطا ما يقارب 50 جرام زبدة، يعني نص أصبع زبدة. إذا صاروا زودناها تقريبا أصبع، شيلي منه الربع بصير. اتفقنا؟ إذا ما تكون سائلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت زمان ستي لما تيجي تعجن أي إشي أسمعها تقول يد الله تغلب يدي، وأستغرب من هذا الإشي وأقول شو قصدها يعني، وأضل أتساءل. لما أنا كبيرة وصرت في المجال وحطيت إيدي بالشغل شعرت أنه دايماً صرت أحكيها لا إرادة. فهلأ بيني وبين نفسي حكيتها. أي إشي غلط بيكون معاكي في التحضير أنا بشعر أنه بيروح لحاله، كيف بعرفش صراحة؟ يمكن شغلة نفسية بس هذا اللي بيصير. زعتر ناشف أوريجانو، طعم ريحة شكل، بس إذا زاد عن حده بقلب ضده، مش صح. فلفل أسود رح أبعد لأنه فلفل أسود الكسيح بخليني أعطس على الهواء، لأنه مش خشن ومش ناعم ولكن فريش صراحة. يعني هاي الشغلة أنا بحبها لأنه لما أحط تك صغيرة في البيت بشعر أنه بيعطي طعم. ملح، بسم الله الرحمن الرحيم. لا طيب، تبدأ ملح وفلفل وإيش؟ هاي دابة الزبدة والزعتر. بعدين رح نعمل هاي الجورة هيك بالبطاطا على حرارتها على السريع رح نشتغل، لأنه أنا ما عندي حبة بطاطا مشوية في قشرة تحضنها. شو رح نعمل بهاي الجورة؟ رح نجيب كل جبنة الموزاريلا. أنا صراحة حطت 2 كوب، مش زيادة وأوفر، بس هي الكمبير هي عبارة عن مزيج من هريس البطاطا أو مهروس البطاطا مع الأجبان والزبدة. ورح أجيب شوية تشيدر، ما بدي تغير لون بس بدي تعادل نكهة، فما رح أكتر ربع كوب. رح أبلش أعملها بهالطريقة ونعجن فورا الأجبان مع البطاطا، أحركها عشان يصير في عندي عجينة من مهروس البطاطا. حنمشي. وجه تحية لكل منتجات الكسيح، إن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. واللي شافوا مبارح الحلاوة الدهن وسألوني وين، بأي سوبر ماركت كبير صغير، مولات، سوبر ماركتات، أي مكان الكسيح متواجدين على فكرة بكمية وفيرة جدا وواضحة، الله يعطيهم الصحة والعافية. وبحب جودة المادة، مناسبة جدا صراحة، كمان سعرها يعني لا في غلا ولا غيره. شوفي أنا شو عم بعمل، عم بعجن بإيدي بهالشكل. صار في عندي لو أنا أزيد أشكلها عجينة من البطاطا مثلا. لو وقفنا عند هاي الوصفة لبسيها بيض، حليب، طحين، أرشلة وروحي إليها، أو احشيها من جوا قطعة جبنة. هاي كمان وصفة. هذه هي إجابتي على سؤال من وين بتجيبي وصفات كل يوم؟ نشتق وصفة من أصل وصفة، الدور والباقي على الفكرة الأساسية وطريقة تقديمها وتفصيلها. نرجع نعجن كمان بهالطريقة لحتى تفوت الجبنة صح، عشان بدي إياها تسيح. وهيك صارت خلطة الكمبير هاي نفسها جوا حبة البطاطا اللي بنشتريها ب5 دنانير. اتفقنا؟ بعدين صينية ألمنيوم، جات بايركس، صحن فخار، أي إشي بفوت فرن. وأنا صراحة طالما بدي أنسبها هالوصفة لإلنا، فإحنا شعب بسيط بنحب البساطة وبنعتز بهالأواني القديمة اللي إحنا تربينا عليها، فرح أستخدم صدر ألمنيوم صراحة. الكسيح في عندهم بخاخ زيت نباتي، وفي عندهم زيت نباتي لحاله واللي هي زيت نباتي بنكهة الزبدة. زيت النباتي بنكهة الزبدة لكل إشي صواني، ولكل إشي بده نكهة زبدة، ولكل إشي قوالب كيك. ادعيلي شوفي شو رح نعمل. عشان البطاطا رح تنحرق إذا حطيت الصينية زي هيك وتلزق، ورح أخسر كل اللي عملته لأنه فيها أجبان. عشان تطلع معي زي قطعة الكيك
ومأحمشة من تحت، حطينا الزبدة كمان برضو رح تنحرق بهالطريقة. رح نروح على الكسيح كمان مرة ونجيب الأرشلة. أرشلة الكسيح في منهم تنتين، الستاندر حارة مكتوب عليها حارة، والأرشلة العادية. وعشان ما أغشك، حارة كتير يعني حارة حارة، معاها الفلفل المجروش بالخلطة. فأنا عشان أرضي الطرفين رح أستخدم النكهتين، ورح أحط بين البنين بالنص. تمام، شوفي الحارة كيف حمرة على الآخر، فيها فلفل مجروش. وصراحة مش مزح، مرة كترت طلع نار الأكل، شوفي بس. طيب هيها، شايفة لونها كيف أحمر. الثانية الستاندر الأرشلة اللي هي فتات الخبز المحمص، لو حطيتها بحدها شوفي فرق الألوان. وهيك إحنا بنعامل صدر الألمنيوم معاملة قالب الكيك. شو بدنا نسوي؟ ببطن إيدنا رح نضرب الصدر بهالطريقة. هعمل لك كنافة إن شاء الله اليوم، النشامة يزبطوها يا رب، الله ياخد بيدهم وبنحليكم يا سيدي الدلل. يلا والله أنا الكل بيرن علي من الصبح بدنا كنافة بدنا كنافة، فالكل متأمل إن شاء الله تعالى، الله ياخد بيدهم وتكون الفرحة من نصيبنا اليوم. شايفة شو بعمل؟ بدك تفرد إيدك بهالشكل ونضرب الصدر بهالطريقة. هلأ إذا ضلت لزيادة شو رح تعمل؟ رح يصير في جهة مقرقشة وجهة لا، زي قالب الكيك. لزيادة ما بدي إياها، رح نشيلها. وين بشيلها؟ على نفس الكيس. أوها بسم الله. أحلى إشي بكياس الكسيح، أكتر إشي أنا بعجبني إنه أنا كست بيت ما عندي مرتبان، بقدر أحزه بهالطريقة وأحطه. أجا ابني، أجت بنتي، أجت كنتي، أجا الطفل الصغير بالبيت، طال إشي من الخزانة وإيده طبت بالكيس، ما بيوقع ولا بيهرهر ولا بيوسخ. ولا أنت بحاجة إنك تجيبي مرتبان وشكله حلو بالخزانة مشخص. طيب هلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب البطاطا ونبلش شوي شوي نرقعها. هلأ إذا كبستيها مباشرة رح تطلع معاكي، لأنه هاي الطبقة تبعت الأرشلة صارت زي الطحين والزيت بقالب الكيك. فشو رح نعمل؟ رح نرقع شوي شوي على الهدى زي صواني الكبة. يلا بسم الله، نبعيد شوفي بس هيك كمان، عشان كمان أضبط اللي هي سمك البطاطا وين وصل كمان. أيوة أوكي، نكمل على السريع. نبلش إحنا الستات، عنا التزامات، عنا أطفال بدها تدرس، عنا ناس بتيجي على موعد الغداء. بسرعة بتشيلي بإيدك بس برص أصابعك هيك بسيط عشان تقدري تفرديها صح. روحي على الحواف وارجعي سوقيها بإيدك، بتروح معك. نلفها، هنرجع نكمل. وهيك عملت كومبير بدون ما نعجق، استوت البطاطا وما استوت البطاطا، وفيها عرق وما فيهاش عرق، وانحرقت القشرة ولسه البطاطا مش مستوية. مشاكل الكومبير كتير، لأنها بالدرجة الأولى بتعتمد على نوع البطاطا المستخدم. فاللي عندهم الكومبير لفي هيك ورا الطاولة وشوفي نوع البطاطا اللي بيستخدموها بالشوال، إشي مختلف تماما عن المتعارف عليه. طيب في عندنا سؤال بالجاليري إنه شو الفرق بين أنواع البطاطا الموجودة في الأسواق؟ وهو فعليا شيء ممكن في كتير ناس ما بتعرفه. في بطاطا قشرتها بتحسيها عبياض، بتقولي أبصر هالبطاطا شو قصتها، شكلها مبردة. وفي بطاطا بتقولي لونها على القشرة على حمار شوي أو على بني غامق. هي مواسم وأنواع البطاطا حسب موسمها. في بطاطا في بعض مواسم السنة تشعري بأنها فيها مرار للأسف، وهذا طبعا إشي من ربنا، يعني هي مواسم بالأول وبالآخر. شوفي شو عم بسوي، أنا عم بنظف الصدر بعدين كبستها. فأنا لا رحت في التغطية اللي تحت ولا جيت، سكرت الحواف بهالطريقة، والله واهية وبتشبع، فيها نسبة نشويات عالية. بعدين عشان تقعد هاي الحشوة مكانها، رح أريح المصور لأنه بيزعل من الأشياء اللي بتخرب عليه. حاضر، هاي البولة منيح. يلا عشان تقعد هاي الحشوات اللي انا بدي اياها، هلا صار كل شيء لحال، عشان يقعد مكانه صح شو بدنا نعمل؟ رح نعمل اصابعنا بهالطريقه، نبعد عن 2 سم من الاطراف
هيك، لما بدي أعز حدا بأخذ له معاي هدية زي هيك إشي واهي وما يغلبني. بعدين عشان تقعد هاي الشغلات وتاخد نكهة صح، زبدة بخاخ أو دوبة زبدة ودهنيها. بعدين بلشي يا ستي أرسمي براحتك، مثلا هنحط شوية بازيلا وجزر أو اللي هي الجزر مع الزيتون. هلأ الأشياء بنحطها نية، نعم، من العلبة، حتى في المحلات والمطاعم ما بنبهرها ولا إشي، لأنه البطاطا بتطلع تغلي غلي وبتمط، وغير إنها بتمط النكهة إحنا اشتغلناها تحت من أجبان من بهارات، فخلص الأمور تمام. اللي بعده رح نروح نجيب شوية فاصوليا حمراء، وخلي إيدك ميزان في ترتيب الألوان كله يبين عشان تطلع لقمتك مشخصة. طيب هلأ هاي بدها تفوت فرن، إحنا قلنا صينية كومبير بالفرن، سبب إني ما حطيت سلطة الكولسلو أو الملفوف إني أنا بدي أحطها بالفرن. لو زي اللي شويناها شوي خلص ما رح أحطها، فبتحطي سلطة، فهي بتخليها الخيار الأخير قدامك. تمام؟ يلا كمان رح نجيب شوية ذرة معلبة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبركة من الله أكيد، يعني هذا الإشي فيه بركة أنا بشعر أكتر من إن كل واحد يأخذ حبته. موضوع الشيرينج أو المشاركة بالأكل هي عادات على فكرة عند العرب والقدامى، جدا كانت متبعة، وفي المجتمع الخليجي ما زالت لليوم، وفي عائلاتنا وبيوتنا ما زلنا. أنا مثلا بحب المقلوبة من الصدر، بحبش أسكب بصحن مثلا، فبتشعر إنه هاي الشغلات إلها رونق مختلف. كمان رح نحط شوية زيتون، زيتون في مقطع، أنا اخترت أجيب أسود بدون نواة، عليهم عرض على فكرة كمان بالمؤسسة، عجبني العرض، بفرق يعني تقريبا نص دينار عن السوق، وهذا إشي إحنا كمواطن أو أنا كشف كمان بفرق معاي بصراحة، لأنه قطعة على قطعة بيجمع هيك. رح نوزع يمين وشمال، صار شكلها زي البيتزا، بس اللي بيأكلها رح يتفاجأ إنه هي مش بيتزا، لأنه طريقة التقديم رح تكون شوي مختلفة. طيب كمان هنروح، إذا أنتوا شايفين أنا عم ببعد عن الحواف عشان أعطي مجال للبطاطا تاخد لون، إشي بسيط. كمان يا ستي العزيزة رح أحط شوية بازيلا وجزر، شوفي إشي بشهي. الفرن فقط من الأسفل، إياك تحطي من فوق ولا مروحة، ما بدنا نهائيا، فقط من الأسفل، مشان هيك رح أحطها أرضي هيك. نقعته بمي مغلية وهو مجمد. شوية سلامي بيبروني، يعني عزوا حالكم، أشياء زاكية صراحة، حنكسر ألوان فيها. صح، دارس في باريس. تمام، واستاهلوا أهل البيت، ليش لا، والله إنه بيستاهلوا يرجعوا يلاقوا لقمة حلوة من تحت إيدين ست الكل. طيب وكمان مخلل خيار، شوف شوف هالألوان ما أجملها. دايما اللي بده يجي ياكل ما بلاقي ألوان على الطاولة شو بنتعش، عشان هيك عند المقلوبة أو أي نوع صنف طبخة تحسي إنه المقبلات في إقبال عليها. طبعا هاي خل، إذا إحنا بنحكي عن ملوحة. أوكي، طلع لنا النقانة.
لكم. حطينا بتمسحي بتحط على ايدك اذا كنتي لابسه جلافز او بالفرشايه، او بقول لك بخاخ الكسح بحل كثير مشاكل موجوده بالبيوت بالسرعه وبالكميه، فانا بستخدم البخاخ. ممكن هيك تبخي عليها، وممكن بس انا لاني حطيت كميه زبده منيحه في البطاطا فانا حطيت على ايدي، هديت المكونات مكانها عشان ما بدي كل طبقه تكون لحال، حطيت رشه ملح وفلفل اسود من الكسيح بالاضافه الى الزعتر الناشف الاوريجانو. بدنا نروح على فرن محمى مسبقا والحرارة مش أقل من 220-230، ورح نحطها أرضي، إحنا بدنا إياها فقط من الأسفل. حبيت تحوس الخضرة هيك بطلت كمبير، الكمبير هيك على أصوله. كرمالي ضل عندي السدر تمام ونضيفه مرتب، دائما رح ننظف حوافه قبل ما نروح فيه على الفرن لحتى تضل لقمتنا دائما مشخصة. وعلى الفرن أرضي بدون مروحة وبسم الله يلا. ما رح نطول، ربع ساعة ثلث ساعة فقط مش أكثر، بس لحتى يتحمص قاع البطاطا وترجع تسخن فيها الأجبان من أول وجديد، لحتى كل ما أرفع لقمة تمط معاي زي ما أنتم بتاكلوها بالمولات أو بالمطاعم التركية إلى آخره. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى بتكون جاهزة لنقدمها كمان زي الكمبير مع شوية صوصات أنا جهزتها. بعد الفاصل خليكم أكلكم.